ينضم الينا عبر الهاتف الامين الهاشمي الناطق باسم وزاره الصحه، ورحب بك بدايه سيد الامين. مرحبا، احيي بك واحيي مشاهدينك الكرام. بعد القصف الذي استهدف عده مناطق في العاصمه طرابلس وكذلك مخازن حتى للادويه، حتى سؤالي هنا، ما اخر الاحصائيه بعد الاستهداف؟ نعم، للاسف الاحصائيه التي سجلناها بالغرفة المركزية بوزارة الصحة يوم الأمس، لدينا أحد العمالة الوافدة الذي فارق الحياة جراء القصف بمنطقة تجورا بالضواحي، وأيضا هناك 8 إصابات أخرى، 6 منهم عمالة وافدة، وأيضا لدينا ليبيين أصيبا، وأيضا للأسف أخي الكريم هناك إصابات مختلفة في مرافق الدولة. نتكلم عن مستشفى الخضراء أصيب أيام وراء بعضها، مما سبب في ايقاف المستشفى وتعليق العقد الثاني للمستشفى الخضراء العام للاستقلال، وايضا اجزاء جميع المصابين والمرضى واصحاب الامراض المزمنه من هذا الطرف الكبير الذي يعطي الشريان الحيوي للعاصمه طرابلس. وعاصمه طرابلس على مدار اسبوع كامل وقبلها اشهر تقصف بطريقه عشوائيه عمياء، لم يفرق هذا القصف بين مؤسسات صحيه ولا مساكن مدنيه، الكل تحت طائرة النيران. العديد من الإصابات في الصفوف المدنية طيلة الأسابيع الماضية، إن يفاقم الآن الحياة الإنسانية في طرابلس. تكلم الآن بين خطرين، خطر الفيروس القادم والوباء الذي أصبح ينتشر، وتحاول أن تتصدي هذا الوباء، وأيضا للوباء الآخر، القذائف العشوائية التي تصيب المدنيين وتصيب المستشفيات وتعرقل عمل الكوادر الطبية والمساعدة. وكيف وثقت وزارة الصحة قصف المستشفيات وكذلك المصحات الطبية خاصة في هذه الظروف؟ نعم، بالنسبة لعملية التوثيق أصبحت لا تجدي نفعا، لأن كل التوثيق الذي يحدث هو عبارة عن مراسلات وأيضا تقارير مفصلة تحول المنظمات، فلا نجد إلى الاستهجان والاستنكار والإدانة التي يحسنها الجميع. لكن التحركات الفعلية لا توجد. وزارة الصحة في الأسبوع الماضي أصدرت بيان واضح بأنها تنادي جميع المنظمات العاملة بالداخل والخارج والمؤسسات سواء الحكومية أو غير الحكومية أن تتحرك فعليا لإيقاف ولجم هذا العدوان على عاصمتنا طرابلس، لكن لا نجد في القابل والمقابل إلا بيانات على استحياء دين فقط هذا العدوان، والإدانة لا تجدي نفعا. إن كان العدو الذي يقصف العاصمة طرابلس لا يريد إلا القتل والدمار. أشكرك سيد الأمين الهاشمي المستشار الإعلامي بوزارة الصحة، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.